فراد بقى خاص اعتبروه زي ما تعتبروه. نادي النصر السعودي طلب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، والنادي الاهلي طلب 8 مليون دولار. النصر السعودي طبعا من الانديه الكبار بقى، دولار يورو ماشي هتفرق كتير. طيب يبقى عندنا 8 مليون يورو هو طلب النادي الاهلي طبعا لحصول النصر على، وده رقم كبير يعني 8 مليون ده رقم كبير جدا. وطبعا احنا عارفين ان محمد الشناوي ضمن الفئه الثانيه في النادي الاهلي، وكان متالق كان فئه ثالثه وبقى فئه ثانيه، لكن لسه ما وصلش للفئه الاولى، وانا اتمنى ان هو طبعا يوصل للفئه الاولى، لان محمد الشناوي واحد من افضل الحراس المرمى الموجودين دلوقتي في مصر. واحنا كنا واخدين خبر ان في وعد ان من النادي الاهلي ان هو يخش ضمن الفئه الاولى، وده طبعا قرار مجلس اداره النادي الاهلي. يبقى تاني النصر السعودي بيطلب محمد الشناوي، خبر خاص لنا من خلال اللعيب، والاهلي طلب 8 مليون يورو. طيب.